education. And these are all his university friends, and Mosaab is one of them. أخبرنا مصعب أنه في 100 يوم الأولى لاعتقاله كان محبوس حبس انفرادي في زنزانة منفردة، وتعرض في خلال هذه الفترة إلى تعذيب نفسي وبدني شديد جدا، مما أسفر عن إصابته بمشكلة مزمنة في إحدى أذنيه. After brutal physical and psychological torture, I confessed things I did not do. And if I was asked to confess to coming from Mars to destroy Earth, I would have just to get it over with. Furthermore, I even asked them to get any ready statement for me to sign, just out of pure desperation. After spending a year in jail, under the pretense that the investigation is still going, I have been accused of joining Muslim Brotherhood, which is classified a terrorist organization here. As I told you, من الموضوع. بس هذا الموضوع، هذا كل شيء. نحن نعتقد أن عائلتنا مضطهدة ومستهدفة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي خططت ومولت وساندت ودعمت الانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس محمد مرسي. ونعتقد أننا مستهدفون كعائلة أيضا لهذا السبب بحكم منصبي وكمستشار للرئيس مرسي. أنا أتهم دولة الإمارات، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بقتل حبيبة وبقتل أكثر من 5000 معتصم مسالم في ميدان الرابعة والنهضة في مصر. أحمد عبد العزيز، it's famous name. ضد أحمد رمضان. نشوفه بس ما ينفعش نعمله داونلود، ما ينفعش يعني. ليس من العدل ابدا، ولا من الانصاف، ولا من المنطق ان يحاسب الابن او ان يحاسب الابن على افعال ابي. انا عضو في الاخوان المسلمين منذ اكثر من 35 سنه، وانا اشرف بهذا الانتماء لهذه الفكره النبيله والمحترمه التي يعني تريد الخير للانسانيه جميعا. أما بالنسبة لمصعب فهو لم ينتمي لهذا الفكر ولا لهذه الجماعة في يوم من الأيام. مصعب. مصعب لم يهتم في حياته سوى بدراسته وإخواته وبيته وأصدقائه وفقط. We lived in the United Arab Emirates for 19 years, so we feel like it's our second home. And with what happened with Mosaab and Habiba, we feel shocked and betrayed by a place that we called home.